رمان الهوى مع إيمان أحمد. مساء الخير. يعرف مفهوم اللجوء بأنه مفهوم قضائي قديم يقضي بإعطاء الشخص الذي يتعرض للاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو المعتقدات الدينية في بلده والتي قد تكون محمية من قبل سلطة أخرى ذات سيادة أو بلد أجنبي عبر إعطائه الفرصة للتعبير عن آرائه. أما قانون اللاجئين فهو فرع من القانون الدولي يعنى بحماية حقوق اللاجئين، وهو يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني رغم اختلافه عنهما، حيث يتناولان على التوالي حقوق الإنسان بشكل عام وإدارة الحرب بشكل خاص. لكن يبدو أن الحرب السورية لا ينطبق عليها أي نوع من هذه القوانين، فبعد 5 سنوات من القتل الأسدي المستمر ولجوء ونزوح الملايين عن سوريا مستهدفين بداية دول الجوار، ومن ثم ومع ازدياد صعوبة الأوضاع بدأ اللاجئون يتجهون إلى الدول الأوروبية في سعي حثيث وبحث مضن عن كرامة كان الأسد حريصا كل الحرص على إفقادهم إياها. وبعد دخولهم لدول الحلم في القارة العجوز بأعداد كبيرة، بدأت تلك الدول بالتذمر وإصدار القوانين تلو الأخرى بدون أي تقيد بقانون اللجوء المتعارف عليه. فمن الدنمارك التي صادرت مجوهراتهم لتنفق عليهم إلى السويد، والتي أعلنت عن أنها بصدد ترحيل آلاف طالبي اللجوء بسبب مخاوف أمنية مؤخرا. حول هذا الأمر حتكون حلقتنا لليوم. ومستمعينا بينضم لنا السفير السوري السابق في السويد دكتور بسام العمادي. لكن قبل ما نبدأ حوارنا مع ضيفنا لليوم رح نسمع تقرير حلقتنا ونرجع. على لسان وزير الداخلية أندرس إجمان عبر صحيفة داغنس أندستري المالية والتلفزيون العام SVT، أعلنت السويد عزمها ترحيل قرابة 60,000 من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى السويد العام المنصرم، لافتا إلى أن العدد قد يرتفع إلى 80,000 وأن عملية الترحيل قد تستغرق عدة أعوام. كما أشار إلى أن الحكومة السويدية أعطت الضوء الأخضر لأجهزة الشرطة للمباشرة بحملات التسفير الجماعي، وأضاف أنه في الأوقات العادية تتم عملية الترحيل في رحلات تجارية، لكن نظرا إلى العدد الكبير سوف نلجأ إلى المزيد من رحلات التشارتر التي سيتم استئجارها. وكانت دائرة الهجرة السويدية قد رفعت إلى مديريات الشرطة مطلع الشهر الجاري قوائم بأسماء الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم تمهيدا لتجميعهم وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية،
وكان قد تقدم 163 ألف لاجئ عام 2015 بطلب لجوء إلى السويد التي يصل عدد سكانها إلى نحو 9 ملايين نسمة. ومن أصل 58.8 ملف راجعها مكتب الهجرة العام الماضي، وافقت السلطات السويدية على 55% منها، وهو معدل يستند إليه وزير الداخلية لتبرير احتمال ارتفاع عدد الذين سيتم ترحيلهم. وقسم كبير من القرارات التي صدرت تشمل طلبات تم التقدم بها في العام 2014 قبل أن تبلغ أزمة اللاجئين ذروتها، إلا أن اللاجئين السوريين تدفقوا بأعداد كبيرة في العام 2015، ومعدل قبول طلبات اللجوء مختلف بحسب الجنسيات، 90% للسوريين و35% للأفغان و20% فقط للعراقيين. وقد أقر مسؤولون سويديون بأن مراكز استقبال اللاجئين تشهد مشاكل أمنية بسبب اكتظاظها. من جهته اطمأن كيفن مارهوم مدير مصلحة الهجرة في مقاطعة يافلبورغ التي يوجد بها أكبر مراكز إيواء للاجئين بالسويد، طمأن اللاجئين بأن القرار لا يشمل الذين لم تدرس طلبات لجوءهم بعد، ويقتصر فقط على الذين استنفذوا كافة الوسائل القانونية لضمان إقامتهم في البلاد، وبالتالي لم يعد متاحا لهم البقاء في ظل الضغط الكبير الذي تعرضت له السويد خلال العام الماضي. وأكد مارهوم أن قرار تصفير اللاجئين لا يعد كونه قرارا إداريا، وأن الهدف منه إتاحة الفرصة أمام اللاجئين الجدد وتوفير أماكن سكن لهم بدلا من البقاء في الخيم والطرقات العامة. وألفت إلى أن قرارات مشابهة اتخذتها الحكومة في العام الماضي بشأن تسفير اللاجئين المرفوضة طلباتهم، ولكن حال دون تنفيذ تلك القرارات في حينها عدم استعداد وتجاوب الدول المعنية باستقبالهم مع السلطات السويدية بسبب الظروف والأوضاع الأمنية والاقتصادية في تلك الدول. ومن جديد برحب بضيف حلقتنا لليوم السفير السوري السابق في السويد الأستاذ بسام العمادي. يسعد مساك سعادة السفير، وأهلا وسهلا فيك معنا على هوا راديو أورينت. مساء الخير أختي الكريمة، أهلا وسهلا. يعني بداية، هذا القرار ليس الأول الذي تتخذه السويد بهذا الخصوص، برأيك الهدف النهائي اللي عم تسعى السويد للوصول إليه من خلف هذه القرارات؟ الحقيقة أنه السويد موجة اللاجئين اللي إجت عليها كانت أكبر من قدرتها على دفع تكاليفهم، مو على استيعابهم. يعني استيعابهم فيما يتعلق بحاجة السويد لمهاجرين ولسكان، هذا واضح ومعروف للكل، ولكن المشكلة في السويد بأنه هذه الموجة إجت بشكل كبير ومفاجئ وبقدرة، يعني بحالة لا تستطيع السويد استيعابها. بمعنى آخر، لا يوجد موظفين، لا توجد أماكن لاستقبالهم، لا توجد أماكن إيواء. يعني السويد عادة عندما يأتي اللاجئون إليها تؤمن لهم السكن والرواتب والتعليم والعمل، ويعني كل ما يحتاجونه، ولكن هذا العدد الكبير الذي أتى إلى السويد جعلهم غير قادرين على استيعابه. أمر آخر، وجدوا، يعني وأنا حدثني البعض من إدارة الهجرة بأنهم وجدوا أعداد كبيرة من غير السوريين، وأيضا من السوريين الذين كانوا يعيشون في الخليج أو في دول أوروبية أو غيرها، لديهم إقامات في تلك الدول ولم يكونوا بحاجة للحماية أو اللجوء، لذلك هم يدرسون هذه الحالات. وأيضا هناك عامل آخر، يعني الحقيقة بأن الآن إدارة الهجرة بدلا من مساعدة الأشخاص القادمين إليها تبحث عن مخارج لرفضهم، يعني وهذا يعود إلى ما تحدثت به لعدم قدرتهم على الاستيعاب. أما الذين يحتاجون إلى رعاية حقيقية ولجوء حقيقي لا يتخذون قرارات بتسفيرهم. نعم. كيفن مارهم مدير مصلحة الهجرة قال بأن القرار ما بيشمل اللي لسه ما درست طلباتهم، وأنه فقط اقتصر القرار على اللي استنفذوا كافة وسائل قانونية لتبقى إقامتهم بالبلاد. هل هو فعلا هكذا؟ يعني هل هن فعلا عم يمشوا ضمن هاي الخطوات، أم خليني سميها يعني اليوم تحت حجة وتحت مسمى أنه في كتير ما بحاجة هاللجوء، هن أيضا بدهم يخففوا من هالأعداد اللي عندهم بخطوة أولى ربما يتبعها خطوات أخرى؟ تمام أختي الكريمة، يعني هم الآن يريدون يعني تقليل ما أمكن رغبة اللاجئين بالقدوم إلى السويد، لذلك ألغوا موضوع الإقامة الدائمة، لن يعطوا الإقامة الدائمة. ثانيا، في شهر نيسان القادم، في أول نيسان، سيتوقفوا تماما عن استقبال أي لاجئ لو كان يعني لديه ظروف تسمح له من خلال القوانين السابقة بالدخول إلى السويد، لأنهم لم يعد بإمكانهم على الإطلاق استقبال أي لاجئ. لذلك بين الآن ونيسان القادم سنرى أيضا تشديد على موضوع دراسة اللاجئين الذين لم تدرس طلباتهم بعد. نعم، يعني ممكن موضوع فقط توفير أماكن السكن مثل ما حضرتك تفضلت، أنه حتى ما يعدوا بالخيام أو بالطرقات العامة، هل ممكن فقط هاي الأسباب، أم اليوم نحن عم نشوف أيضا أسباب تختص بالسياسة الداخلية للسويد وغيرها من دول أوروبية؟
والله طبعا هذا له تأثير كبير أيضا. يعني إحنا رأينا بأنه الحزب الديمقراطي القومي تقريبا في السويد يعني الآن أخذ شعبية كبيرة، رغم أنه يجب أن أقول بأن السويديين ليسوا كالألمان أو غيرهم. يعني حقيقة الشعب السويدي مضياف ولديه فعلا توجه حقيقي لمساعدة الآخرين، وتوجه العنصري يعني لا يقاس مع الألمان أو الإنجليز أو غيرهم الحقيقة في أوروبا، ولكن مع ذلك توجد فئة صغيرة والحقيقة أخذت أصوات في البرلمان ومرشح بأن تكسب أصوات أكثر فيما يتعلق باللاجئين. يعني نحن نعلم بأن هناك فئة كبيرة من السويديين يعني قد تكون غير راضية عن مجيء اللاجئين، وخاصة بالأسباب يعني لأسباب حقيقية ويرونها يوميا. يعني هناك البعض من اللاجئين ليس بالضرورة سوريين، يعني أقول من الآخرين أيضا، يتصرفون بشكل غير غير يعني لائق. غير حضاري ولا يليق بحياة في دولة متحضرة مثل السويد. طب في أي تفريق بين اللاجئين؟ يعني هل يوجد تفريق إنه هذا اللاجئ سوري أو عربي أو غير عربي، أفغاني، عراقي؟ هل في أي تفاصيل؟ يعني هل عم يدخلوا بالتفاصيل؟ نعم نعم طالما أختي طلعوا الكريمة، بالقرارات، أكثر حاجة يعني الأكثر حاجة إنه يبقى. نعم أختي الكريمة، يعني أنا يجب أن أقول وقلت سابقا بأن السوريين هم أول من أعطتهم السويد إقامة دائمة. يعني في السابق لم تعطي هذه الميزة لأي لاجئ، في هذه المرة عندما جاء السوريون أعطوهم إقامة دائمة مباشرة، وهذا يعطيهم ميزات كثيرة. ولكن بعد هذا الكم الكبير من السوريين يعني وجدوا بأن هذا القرار جعل الكثيرين من الآخرين ليسوا سوريين، أفغان وعراقيين وآخرين غيرهم، وحتى الجزائريين والمغربيين والمغاربة يعني من شمال شمال أفريقيا أفريقيا. أيضا، نعم يعني يدعون بأنهم سوريون. يعني حتى بعض الأفارقة من جنوب الصحراء الذين لا يتكلموا العربية يعني حصلوا على جوازات سفر أو هويات سوريين. مزورة من المهربين. يعني نحن نعلم يعني المهربين عندما يأتوا بشخص إلى السويد يحجزوا جواز سفر، وكان هذا يعني متبع بشكل إجباري قبل هذه مع الموجة بدايات الدماغ. يعني الحالات نعم ومع اللجوء. البدايات، وهناك الكثير من المهربين الذين لديهم جوازات وأيضا أمور أخرى فيما يتعلق بالتزوير، ولذلك يعني الكثير من هؤلاء يحصلون على جوازات أو وثائق كما قلت ويدعون بأنهم سوريون. يعني هذا الأمر جعل السويدين أيضا يتوقفوا عن موضوع إعطاء السوريين إقامات دائمة، وطبعا كما قلت أيضا العدد الكبير الذي جاءهم. لذلك يعني هم يفرقون، هم يعلمون بأن السوريين يتميزون عن الباقين فيما يتعلق بثقافاتهم وتعليمهم. يعني نحن سمعنا أيضا في الدنمارك صرح أحد المسؤولين بأنهم متفاجئين من المستوى العالي للسوريين في تعليمهم وقدرتهم وعملهم كحرفيين حتى، ولكن يعني الأمر وصل إلى حد الإشباع فيما يتعلق بالسوريين، لم يعودوا قادرين على استيعاب هذه الأعداد. طب هل هالأمر له علاقة باكتفاء السويد بالعدد المفروض بعد ما تم تقاسم الحصص؟ يعني خليني أقول كوتا ما بين الدول الأوروبية بعد الاتفاق والاجتماع اللي حصل، هل أخذت السويد كفايتها فعلا من الأعداد، واليوم هي بعد هالاكتفاء عم تاخذ هاي القوانين أم لا؟ ما لها علاقة. لا أكيد، يعني هي وصلت للاكتفاء سواء من ناحيتين، ناحية العدد المفروض عليها من قبل الاتحاد الأوروبي وسواء من قدرتها على استيعاب هؤلاء. يعني لا أقول لك أختي الكريمة، يعني السويد دولة كبيرة وشاسعة وممتدة الأطراف، ولكن المشكلة بأن الجزء الشمالي منها البارد جدا، السوريين يهربون من تلك الأماكن ولا يريدون العيش فيها، لذلك هذا أمر. الأمر الآخر يعني حتى في الجنوب توجد أماكن قادرين على الاستيعاب، ولكن ما أقوله هو التالي، لا توجد بنية تحتية لاستيعابهم، يعني مثل أماكن إيواء ومصاريف لصرفها. ولكن يجب أن نعلم بأن السويد بحاجة للمهاجرين، يعني بحاجة لأشخاص يقومون بتمويل الرواتب التقاعدية للأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد، وهذا يعني سيكون عامل أساسي، أو بالأحرى هو منذ زمن كان عامل أساسي في استقبالها للمهاجرين، ولكن الآن لا يستطيعون استيعابه بالرغم من حاجتهم له. يعني هذا القانون أو هذه القوانين نابعة عن توازي أو تساوي بين الحاجة وبين الممكن أنه يستقبلوا.
يعني خليني اقول، خلينا نسميه مثل ما بيقولوا بالعاميه، عم يغربلوا الموجودين عندهم، عم يحاولوا ينقصوا الاعداد ويخلوا اللي اكثر استفاده منهم، ممكن يكون هذا ايضا جزء من الموضوع. والله هو شوفي يعني هذا لا شك بانه بيبقى بخلفيه المحقق باداره الهجره، ولكن قانونيا ما في هيك شيء، على العكس هم يعني يقبلون بالاشخاص الذين لديهم امراض ايضا وعجزه، ويعني هناك بعض كما يقولون النقاط، يعني يجمعوا النقاط ويعطوا يعني ويقررون على أساسها. الموضوع ليس فقط بأنه القادرين، ولكن هم لا شك يعني يفضلون المتعلمين لأنهم قادرين على العمل مباشرة بدلا من تحمل مصاريفهم ومشاكلهم، يعني يدخلون إلى سوق العمل ويدفعون الضرائب، وبذلك يعني يكونون مكسبا بدلا فاعلين فورا يعني في السوق، يعني بدل أن يكونوا عبء سيكونوا مكسب للسويد. نعم. ولكن مع ذلك يجب أن نقول بأن هذه ليست أولوية بحتة، ولكن أيضا موجودة في خلفية القوانين. نعم، خليني أروح معك سعادة السفير شوي للشق السياسي. يعني اليوم تزامن هالقرارات هاي مع مؤتمر جنيف 3 ما بين السويد وأيضا أتبعتها فنلندا أو تبعتها فنلندا أيضا بقرار مشابه. ألمانيا أنجيلا ميركل صرحت أيضا بأنه بعد انتهاء الحرب اللاجئين لازم يعودوا إلى بلدانهم. هل برأيك هذا له علاقة بمؤتمر جنيف، الأحداث اللي عم تصير فيه والتوقعات منه؟ لا الحقيقة شوف يعني هن عندهم عادة من يستطيع الاندماج ويحصل على عمل وإلى آخره يكون مستقل لا يفرضون عليه العودة، ولكن من يكون عبء عليهم يعني وغير قادر على الاندماج ويقوم ببعض المشاكل أو الأشياء التي تخالف القانون قد يعني يضيقون عليه حتى يضطر إلى العودة أو الخروج من مكان اللجوء أو سحب طلب اللجوء. يعني لا أظن بأن جنيف له تأثير كبير في هذا الموضوع على الإطلاق، لأنه هم يتصرفون بسياسات حسب مصلحتهم ومصلحة بلدانهم يعني الحقيقة، وليس لا أظن بأن لجنيف علاقة كبيرة في هذا الموضوع. يعني قصدت كسياسة عامة كنوع أيضا من الضغط على السوريين باتجاه ما؟ لا الحقيقة لا أظن بأنه موجود، يعني لا أرى أي دلائل ولا يعني تتعلق بأنه يفرضوا على السوريين القبول. يعني الحقيقة يعني يجب أن نعرف بأن أوروبا يعني عاجزة أو غير قادرة أو للأسف ليست هي التي تقرر، يعني هم لا شك يعلمون بأن سوريا يتمنون أن ينتهي حكم بشار الأسد لكي يعود الاستقرار إلى سوريا وينتهوا من هذه المشكلة، ولكن المشكلة الأساسية بأن المسير لهم هي أمريكا وليسوا هم الذين يتخذون القرارات، يعني هم ينفذون قرارات التي تتخذها الولايات المتحدة وليس العكس. يعني اليوم هن بوضع التابع خليني أسميه. تماما يعني هم لهم بعض الاستشارات، يعني يشيرون على أمريكا فيما يظنون أنه من المصلحة المتكاملة بينهم وبين الأمريكان أيضا، ولكن في النهاية الولايات المتحدة تتخذ ما ترى ضروريا لمصلحتها، والحقيقة يعني الحقيقة غير عابئة الآن بمشكلة اللاجئين على أوروبا. هي يعني ما استقبلت أصلا عدد من اللاجئين، يعني هي ما استقبلت، تركت الضغط كله بتصور على تماما الدول يعني الأوروبية. وهي غير مهتمة على الإطلاق بالموضوع السوري بأنه ينتهي لمصلحة السوريين ومصلحة الأوروبيين ومصلحة المنطقة بشكل عام، هي تنفذ ما ترى يعني جيد لمصلحتها، والحقيقة أنه الآن يعني تجاوز مصلحتها، الآن أصبحت مصلحة شخص واحد يقرر المصير، مصلحة الرئيس الأمريكي. يعني لا نرى يعني حقيقة إذا حللت الأمر لا نرى أي فائدة له فيما يجري إلا ما هو يعني يعرفه هو شخصيا، لأنه هذا الأمر أثر على الولايات المتحدة بشكل كبير فيما يتعلق بعلاقاتها مع تركيا والسعودية والخليج وأيضا حلفائها حول العالم، ولكن يعني حتى المسؤولين في الإدارة الأمريكية يقومون يعني يقولون أشياء بعكس، يعني بأن مصلحة الأمريكي الولايات المتحدة هي عكس ما يتصرف به أوباما. قبل ما نختم معك، بشو بتنصح السوريين اليوم المتواجدين بالسويد على الأقل لحتى يكون بيملكوا خيار إنه ما يترحلوا أو ما يسافروا بشكل اضطراري؟ كيف لازم يتصرفوا؟ هل ممكن يكون في قرارات أخرى تتبع القرارات؟ والله النصيحة الأكبر يعني الأهم للسوريين بأنهم يندمجوا بسوق العمل، يتعلموا اللغة أولا. يعني قد لا تكون مهمة جدا لمن يتكلم الإنجليزية لأنه الشعب السويدي كله من صغير لكبير بيحكي إنجليزي بشكل جيد، ولكن إذا لم يكن لديه القدرة على التحدث بالإنجليزية أن يتعلم اللغة السويدية بالشكل السريع، وأن يبحث عن عمل يستطيع أن يعيل نفسه فيه وأن يدفع ضرائبه، لأنه هذا أمر أساسي فيما يتعلق ببقائه في السويد
السويد وقبوله من المجتمع السويدي. الاندماج بالمجتمع مهم جدا بغض النظر يعني، ولكن ممكن جدا انه يحتفظ بثقافته بثقافته الاسلاميه يعني، هذا غير ليس له اهميه، لانه البعض يظنون بانهم اذا يعني تركوا اظهروا بانهم ليسوا مسلمين او الى اخره هذا سيكون جيد، ولكن الحقيقه لا، الحقيقه بانه اهم شيء هو ان يندمج بالمجتمع من خلال العمل ومن خلال الاندماج الايجابي مع المحيط ودفع الضرائب، هذا اهم شيء بالنسبه للسويديين. ان شاء الله بنامل يعني سوريا تنتصر بكل الاحوال وما نحتاج يمكن حتى كل هاي الامور، ويرجع السوريين باقرب وقت لحتى يفيدوا سوريا باللي تعلموا خلال هالفتره. انا كثير بدي اتشكر وجودك معنا والمعلومات اللي اعطيتنا اياها لليوم السفير السوري السابق في السويد استاذ بسام العمادي. مشينا كتير تعبنا كتير، مشينا لوحدينا بعيدنا، عرفنا الخوف في عز النور وبقينا نخاف من حبايبنا. مشينا كتير تعبنا كتير، مشينا لوحدينا بعيدنا، عرفنا الخوف في عز النور وبقينا نخاف من حبايبنا. ضيعنا أحلى سنين وإزاي حنقدر يوم نرجع، ده احنا يا دوب عايشين والدنيا دوامة بتخدع. ضيعنا أحلى سنين وإزاي حنقدر يوم نرجع، ده احنا يا دوب عايشين يا دوامة بتهدى. نحكي أكثر بهالموضوع بينضم لنا المستشار القانوني من المرصد لورو متوسطي دكتور إحسان عادل. يسعد مساك دكتور إحسان وأهلا وسهلا فيك معنا على هوا راديو أوريانت. تصريحات وزير الداخلية السويدي الأخيرة أنديرس إيجمان عن عزم بلاده ترحيل عشرات الآلاف من اللاجئين، طبعا هالتصريحات يعني عملت حالة من القلق في أوساط سواء طالبين اللجوء أو حتى المراقبين اللي بيشوفوا أنه هالأمر تراجع عن سياسة البواب المفتوحة بسبب الظروف اللي عم تمر فيها المنطقة، كيف بتشوفوها؟ نعم يعني في الحقيقة فيما يتعلق بهذا التصريح هو جزء من تراجع سواء في السويد أو حتى في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة اللاجئين. 80,000 هو رقم ليس بسيط أبدا، هذا الرقم يعني أنه في السنة الماضية تقريبا 163,000 طالب لجوء وصلوا إلى السويد، فعندما نتكلم عن 80,000 هذا يعني تقريبا إحنا نحكي عن 50% من طالبين لجوء اللي وصلوا إلى السويد سوف يتم ترحيلهم. نعم. وبالتالي فهذا بكل تأكيد رقم كبير جدا، ولا أعتقد أنه 80,000 فعليا هم لا يستحقون طلب اللجوء، يعني أعتقد أنه في العديد منهم يستحقوا طلب اللجوء، ولكن مع ذلك الآن في ظل هذا التراجع الأوروبي يبدو أنه يعني دول الاتحاد الأوروبي بدأت تميل باتجاه أنها تخفف من أعداد اللاجئين الذين وصلوا إلى أراضيها، مع أنه هاي الأعداد في النهاية ليست أعداد كبيرة جدا، حتى لو حكينا عن 100,000 و200,000 و300,000 دول أكثر ضعفا بكثير من دول الاتحاد الأوروبي مثل الدول المجاورة لسوريا استقبلت أضعاف هذه الأعداد، وبالتالي فلا يوجد مبرر لمثل هكذا قرار. نعم، يعني بتشوف القرار ممكن يكون أخذ منحى سياسي أكثر منه فعلا عدم قدرة أو شعور بالأعباء أعباء أعداد اللاجئين، يعني مثل ما حضرتك فضلت 80,000 رقم كبير، أصلا الضغط مو على الاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال، يعني ضغط أعداد اللاجئين مو على الاتحاد الأوروبي. هل بتشوف القرار رايح منحى سياسي، نوع من ضغط بعض الدول الأوروبية على بعضها أو على صناع القرار بطبيعة الحال؟ يعني في الحقيقة هو القرار يعني سببه مجموعة من العوامل، أكيد جزء منها له علاقة بجانب سياسي، خصوصا أنه في الفترة الماضية خصوصا في أشهر الخمسة أو ستة الماضية ومع ارتفاع عدد اللاجئين اللي عم يوصلوا لأوروبا هذا الكلام أدى بشكل ملحوظ إلى أنه الحكومات اللي كانت تستقبل يعني تدهش سياسة الباب المفتوح في التعامل مع اللاجئين شعبيتها العامة بدأت تتراجع، في المقابل بدأت ترتفع شعبية
أحزاب أخرى أكثر تطرفاً أو أكثر يمينية في التعامل مع اللاجئين. هذا كان واضح في أكثر من بلد، خصوصاً حتى على مستوى مثلاً ألمانيا، والمستشارة ميركل يعني كان في الفترة الماضية يعني نزلت شعبيتها إلى درجة كانت غير مسبوقة. في المقابل نفس الشيء في السويد، كان في ارتفاع واضح في التطرف. في الأيام كان هناك مجموعة تجولوا في ستوكهولم في العاصمة السويدية، وكانوا ملثمين وقاموا بتوزيع منشورات تهدد اللاجئين والمهاجرين، وهذه بكل تأكيد هذه المظاهر تؤثر في النهاية على الحكومة وعلى المنحى اللي تأخذه الحكومة فيما يتعلق بهذه المسألة. في نفس الوقت كان هناك، وهذا ما أرى مبرر أو يعني سبب حقيقي للتعامل مع الأزمة، هم يعتبروا سبب التعامل مع الأزمة، وهو أنه أعداد اللاجئين أدت إلى نوع من بعض الأزمات في الجوانب الاقتصادية، ليس فيما يتعلق بفقر أو بما يتعلق بالقدرة على دعم هذه المسائل، قدر ما هو يتعلق بمشاكل لوجستية مثلا توفير مساكن لطالبي اللجوء، توفير الرعاية اللازمة لهم. بعض العوامل مثل هذه أدت أيضا إلى اتخاذ مثل هكذا قرارات، لكن أعتقد لو أن هذه الدول، لو أن الاتحاد الأوروبي عموما تعامل مع الأزمة بشكل عام بصورة منسقة وبصورة ليس كردة فعل، الاتحاد الأوروبي للأسف تعامل مع الهجرة عموما ومع اللاجئين كردة فعل وبشكل متأخر، هذا بكل تأكيد أدى إلى نتائج. يعني فينا نقول دكتور نتيجة سوء تخطيط للأزمة أو عدم توقع طول المدة. يعني اليوم مثل ما حضرتك تفضلت، حتى ألمانيا في حديث صرحت ميركل من أيام أنه حتى اللاجئين اللي موجودين في ألمانيا بعد انتهاء الحرب في رغبة بإعادة اللاجئين هؤلاء إلى بلدانهم. هل بتشوف الأمر هو موضوع انعكاس لوضع داخلي في هذه الدول تختص فقط بهؤلاء المسؤولين، أم أنه أيضا موضوع طول فترة الحرب وأعداد اللاجئين، أم الأمر شيء آخر تماما؟ يعني اليوم نحن في عنا مؤتمر جنيف 3 ربما أيضا مرتبط بهذا الشق السياسي، بتشوفه بأي منحة من هذه المناحي؟ نعم، يعني هو في هذه الأزمة بكل تأكيد الأزمة فيها عوامل كثيرة جدا، وهذه الأزمة والأحداث في سوريا يعني أخذت مناحي أخرى مختلفة من فترة إلى فترة. بدأت بصورة أبسط كثير مما هو الآن، وأخذت بالتصاعد شيئا فشيئا، والآن هي في ربما في أوج تعقيدها، خصوصا مع تداخل كثير من القوى سواء الإقليمية أو حتى الدولية. هذه بكل تأكيد كان لها تأثير فيما يتعلق التعامل مع أزمة المهاجرين واللاجئين من سوريا، لكن بكل تأكيد أن الاتحاد الأوروبي كان هناك نقص وكان هناك خلل وكان هناك يعني فوضى فيما يتعلق بالدول الأوروبية في تعاملها مع أزمة اللاجئين. هذا لا نلمسه فقط من خلال القرارات، بل نلمسه أيضا من خلال جلساتنا مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، واضح هذا التضارب بينهم. حتى يعني حتى الآن الاتحاد الأوروبي في مؤخرا تقريبا أصدر تصريح يتعلق باليونان بأنه إذا استمر موضوع المهاجرين من اليونان بهذه الصورة وما ضبطت اليونان حدودها فربما يتم إخراجها من شنغن، مع أن المشكلة أيضا ما يتعلق باليونان هي ليست مشكلة اليونان حتى في النهاية، اليونان ما راح تتفاعل مع هذه الأعداد الكبيرة. فإذا هناك بكل تأكيد يعني هكذا تصريح ينم عن هذه الإشكالية، هناك إشكالية هم يريدوا التصدي لها لكن ليس واضح بالضبط لهم كيف يعني كيف يتم التعامل مع هذه الأزمة. والسبب في ذلك باعتقادي هو ليس أن عدم وجود حلول بقدر ما هو التردد بين اليمين واليسار كأحزاب، والضغط هذا الداخلي، التردد بين فكرة أن هؤلاء اللاجئين في كثير منهم هم شرق أوسطيين، يمكن أن بالنسبة لهم يعني هناك بعض الجوانب الأمنية التي تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاتحاد الأوروبي خصوصا مع بعض الأحداث التي حدثت مؤخرا. كل هذه العوامل إضافة طبعا إلى الاقتصاد الذي تتمتع في أوروبا يجعل بعض الدول المترددة لأنها تخاف أن يؤثر هذه الموجة على الاقتصاد الخاص بلدها.
نعم، اليوم فنلندا أيضا أعلنت بعد السويد أنها بتعتزم طرد حوالي 20,000 مهاجر وصلوا بالعام 2015، وتم أو سيتم حتى رفض طلبات اللجوء اللي تقدموا فيها. فنلندا تبعت السويد وربما أيضا دول أخرى، أنتم كمرصد تتابعوا أوضاع هذه الدول وكيف تتبع سياسات متشابهة ربما بغرض سياسي يخص داخلية كل دولة، أو أيضا سياسة مشتركة بغطاء يعني أن تتبع الدولة الأخرى حتى ما يثيروا ربما الرأي العام أو المؤسسات المعنية بهالشأن. كيف رصدتوا هذا الأمر؟ يعني هل بتشوفوا ممكن أيضا هناك دول أخرى تتبع فنلندا ودول السويد؟ هل ممكن ينفرط العقد إذا فينا نسميه هيك وتغلق أبواب اللجوء؟ نعم، يعني هو في الحقيقة إحنا كمنطقة عندنا سيكون بعد يومين بيان بهذا الخصوص مع تفصيل عن الدول الأوروبي اللي شهدت في الفترة الماضية ما سمينا ربة في التعامل مع أزمة اللجوء، وبالتالي بالتأكيد هو هناك تراجع عام ليس في دولة أو دولتين. نعم. فنلندا قبل أيام تم هذا الترتيب، 20,000 بالمناسبة هو عدد كبير جدا لدولة مثل فنلندا، لأنه العدد اللي وصلها عموما حوالي 32,000. نعم. ف20,000 يعني نتكلم عن ثلثي طالبي اللجوء يوصلوا لفنلندا. فعليا أرقام صغيرة تعتبر كأعداد واصلة إلى فنلندا حتى تطرد 20,000 تلتين يعني. بالضبط، يعني أكثر من 60% 65% من أعداد اللي وصلوا إلى فنلندا سيتم طردهم، فهذا عدد الرقم هو قليل لكن كنسبة هو كثير جدا من أعداد اللي وصلوا إلى فنلندا. نعم. نفس الشيء الآن فيما يتعلق بالنمسا في التعامل مع الأزمة الآن بناء على يعني قرار السويد بإغلاق يعني إعادة 80,000 وإغلاق حدودها، هذا الكلام أدى أيضا بها، وأيضا أخطر فيما يتعلق بألمانيا والآن التراجع نوعا ما في ألمانيا في التعامل مع أزمة المهاجرين. نعم. هذا جعل الدول المجاورة مثل النمسا مثل الدنمارك فيما يتعلق بالسويد أيضا تغلق هي حدودها هي الأخرى مع الدول المجاورة لها من الجانب الآخر. نعم. لأنها لا تريد أن هي الهدف بالنسبة لها كان أن تكون كما مر هؤلاء اللاجئين حتى يصلوا إلى وجهتهم النهائية سواء ألمانيا أو السويد فيما يتعلق بالدنمارك. فالآن مع تراجع هذه الدول المجاورة لها أيضا بدأت تتراجع وتغلق حدودها هي الأخرى لأنها لا تريد أن يبقى اللاجئون لديها. لكن بس أستاذ إيمان تسمحي لي في مسألة يعني مهمة جدا أن يعني أذكرها، هي أن يعني في ظل هذا القلق حتى أضع شيء يطمئن أيضا. نعم. هذه القرارات يعني الآن هناك ثلاث مستويات فيما يتعلق عموما، طبعا هو يختلف من دولة لدولة لكن عموما في الاتحاد الأوروبي الآن هناك ثلاث مستويات في التعامل مع المهاجرين واللاجئين. نعم. المستوى الأول يتعلق باللاجئين من دول أخرى غير سوريا. نعم. هذه الدول تصنف في دول الاتحاد الأوروبي بأنها دول آمنة مثل مثلا الجزائر، تونس، بعض دول إفريقيا. نعم. إفريقيا. تمام. هذه الحالات هي في الغالب من تتم إعادتهم إلى البلاد، هي الشريحة المستهدفة يعني بطبيعة الحال أكثر من الدول اللي فعليا في حرب. نعم. ما زال فيها حروب. بالضبط بشكل أساسي، وأفغانستان أيضا هذه الدول هي بشكل أساسي التي سوف يتم إعادة المهاجرين إليها. المستوى الثاني والثالث هو يتعلق باللاجئين السوريين. نعم. هناك جزء من هؤلاء اللاجئين الذين يتعرضوا للاضطهاد العام. نعم. في سوريا بسبب الأوضاع العامة. سوف يتم منحهم إقامات مؤقتة. نعم. من سنة إلى 3 سنوات قابلة للتجديد إذا استمر الوضع على ما هو عليه. تمام. والمستوى الثالث هو. نعم. أنه لاجئ من سوريا وهذا اللاجئ استطاع أن يثبت أنه يتعرض لاضطهاد مباشر. نعم. بمعنى أن هذا الاضطهاد ليس الاضطهاد العام الموجود في الأراضي السورية وإنما الاضطهاد مباشر عن شخصه لعائلته المنطقة التي يتواجد فيها معه ربما كناشط سياسي مثلا أو شخصية عامة معروفة أو نعم بالضبط، أو حتى مثلا أن المنطقة التي كان يتواجد فيها معروف أنه حدث فيها إبادة كبيرة جدا للمدنيين أو قتل عام للمدنيين. نعم. في هكذا حالات يتم منح الإقامة الدائمة ومن ثم الجنسية، وهؤلاء في كل الأحوال لا تتم إعادتهم لأنه هم ساروا في مسار بحيث أنهم يصبحوا مواطنين للدولة التي يتبعونها التي هم موجودين. نعم. طيب موضوع توزيع النسب بين دول الاتحاد الأوروبي، أين أصبح هذا المشروع في ظل تغيير سياسات الاتحاد الأوروبي وبعض الدول تجاه اللاجئين؟
يعني هذه المسألة ما زالت هي قائمة، لأنها هي باتفاق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR، والدول التي يعني وزعت عليها الكوتا فيما يتعلق بهذه المسألة حتى الآن يعني بعضها استكمل العدد المطلوب وبعضها معظمها حتى الآن لم يستكمل العدد المطلوب، لكن لم تعلن أي دولة أنها في حل من الاتفاق، إلا طبعا بعض الدول في البداية ابتداء مثل المجر وغير الدول المجاورة لها وصربيا مثلا أعلنت أنها في حل من هذا الاتفاق، لكن معظم الدول التي أخذت العدد الأكبر أعلنت أنها ملتزمة منذ ذلك الحين، ومنذ ذلك الوقت أخذت مجموعة من اللاجئين لكنها لم تستوفي العدد. لمسألة الكوتا وتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، هذه المسألة ما زالت قائمة لأن هذا اتفاق كان مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR، وطبعا في بعض الدول ابتداء كانت رفضت هذا الاتفاق مثل المجر وصربيا، ولكن معظم الدول هي أطراف في هذا الاتفاق، أقصد دول الاتحاد الأوروبي طبعا، ومعظمها بدأ بأخذ الأعداد المطلوبة منه، ولكن لم يتم استكمال هذه الأعداد، يفترض أن يتم استكمالها خلال الفترة القادمة. فيعني هذه مسألة لن تتأثر في في فيما يتعلق بالجو العام السائد، لأن هذا قرار واتفاق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. الإجراءات والتدابير اللي في مخاوف أنتم كمرصد وربما أيضا المفوضية وكل المعنيين بموضوع وشأن اللاجئين، هل في مخاوف من أن يتم إصدار أي قرارات جديدة؟ هل تتوقعون إصدار قرارات جديدة ربما تصعب الأمور أكثر على اللاجئين وخصوصا السوريين منهم؟ نعم، يعني طالما أن حاليا الجو العام مشحون في أوروبا، طالما أن هذا يعني أن هناك توجه أكثر فأكثر باتجاه التشديد والتضييق أكثر فيما يتعلق بمسألة اللاجئين، لكن المؤكد بالنسبة لي هو أنه في أي حال من الأحوال لن يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يرفض طلبات اللجوء فيما يتعلق باللاجئين السوريين، لأن هذا الأمر عندها سوف يخالف القانون الدولي، لكن المتوقع بشكل أساسي هو أن يتم التضييق والتشديد في بعض النواحي الأخرى، مثلا مثل ما ذكرنا أنه الآن يمنح إقامة مؤقتة ليس إقامة دائمة إلا في حال أثبت الانتهاك مباشر، كان في السابق الجميع يمنح إقامة دائمة فيما يتعلق باللاجئين السوريين. مثلا القرارات مثل مصادرة الأموال من بعض اللاجئين اللي معهم يعني أموال بقيمة معينة كما حصل في الدنمارك وأيضا حتى في بعض الولايات في ألمانيا، هكذا قرارات، يعني هي قرارات سوف تكون الهدف منها غالبا هو أولا إرضاء اليمين لنقل المتطرف في هذه الدول، وفي ناحية أخرى الهدف منها هو إشعار اللاجئين أن البلاد هنا ليست جنة وليست مبتغى بحيث أنكم تخاطروا بحياتكم في البحر لتصلوا إليها. نعم بالتأكيد، يعني بنأمل أنه بهالفترة الأخيرة ما يستمر الوضع على ما هو عليه أصلا لحتى ما نحتاج ربما، لأنه باقي الدول اللي لسه ما أصدرت قرارات بما يخص اللاجئين وتواجدهم على أراضيها تصدر قرارات جديدة ربما تصعب الأمر أكثر على السوريين وعلى غيرهم من اللاجئين في تلك الدول وفي هالمناطق هي. أنا كتير بدي أتشكر وجودك معنا لليوم والمعلومات اللي عطيتنا إياها المستشار القانوني من المرصد لورو متوسطي دكتور إحسان عادل.
مستمعينا مكملين معكم. تعتزم فنلندا طرد 20,000 مهاجر وصلوا لعام 2015، وتم أو سيتم رفض طلبات اللجوء اللي تقدموا بها وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في فنلندا. وقالت باي فينيرغ مديرة مكتب وزير الداخلية لوكالة فرانس بريس أن هلسنكي تنوي رفض ثلثي طلبات اللجوء التي سجلتها دوائر الهجرة العام الفائت، وعددها 32,000. طبعا هلسنكي في فنلندا، حكومة هلسنكي تنوي رفض طلبات اللجوء أو ثلثي طلبات اللجوء اللي سجلتها دوائر الهجرة العام الماضي، وعددها حوالي 32,000 طلب. وأضافت بيفي مبدئيا هناك نحو الثلثين، أي حوالي 65% تقريبا من 32,000 طالب لجوء سيتلقون ردا سلبيا. تعتزم هولندا وعدد طبعا دول الاتحاد الأوروبي أن ترحل إلى تركيا أيضا مهاجرين وصلوا لتوهم إلى اليونان، بحسب ما أعلن رئيس أحد أحزاب الائتلاف الحكومي في البلد أي في فنلندا. وأكد رئيس حزب العمال ديدريك سامسوم لصحيفة دي فولكسترانت أن المهاجرين المرحلين سيعاملون بموجب الأنظمة المرعية في اتفاقات الأمم المتحدة. ويشارك حزب العمال في الائتلاف الحكومي في هولندا إلى جانب الليبراليين برئاسة رئيس الوزراء مارك روتي، وتولى هولندا في النصف الأول من العام الجاري الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. المتحدث باسم روتي بول فان نونن أن يؤكد لفرانس بريس أو ينفي وجود هذا المشروع، لكنه حذر من وجود فرق بين عضو في البرلمان وموقع ومسؤولية الحكومة الهولندية. وأضاف من موقع رئاسة الاتحاد الأوروبي: تعمل هولندا بجهد من أجل حل مشترك، علينا خفض توافد المهاجرين وتحسين إعادة توزيعهم في أوروبا. طبعا الاتحاد الأوروبي بيتعرض لضغوط كبيرة بجد من أجل حل أزمة اللاجئين، اللي هي تعتبر الأزمة الأسوأ على أراضيه منذ الحرب العالمية الثانية. طبعا بما يخص أصلا الخبر الرئيس واللي كان موضوع حلقتنا لليوم بشكل رئيسي، هو ما أعلن عنه وزير الداخلية السويدي أندرس ييجمان أن بلاده ستطرد حوالي 80,000 مهاجر وصلوا إلى السويد بالعام 2015 وتم رفض طلبات اللجوء اللي تقدموا فيها. بنفس الخصوص مستمعينا، صرحت أكثر من 90 منظمة إنسانية وحقوقية عالمية بأنه على زعماء العالم المشاركين بمؤتمر سوف ينعقد بهذا الخصوص أن يلتزموا بوضع خطة طموحة تكون بمثابة نقطة تحول لسوريا والمنطقة. وصرح الائتلاف العالمي بما في ذلك المنظمات مثل صندوق ملالا وأوكسفام ومنظمة العفو الدولية ليكون المؤتمر المزمع عقده بالمملكة المتحدة ليكون ناجح. طبعا موجود تتواجد فيه المملكة المتحدة وألمانيا النرويج الكويت الأمم المتحدة. يجب تقديم، طبعا صرحوا بأنه يجب تقديم خطة جديدة وجريئة للسوريين اللاجئين والمجتمعات اللي ستستضيفهم. طبعا خصوصا مع دخول الحرب عام السادس وصلت معاناة المدنيين السوريين إلى مستوى تاريخي بحسب الائتلاف العالمي. وصلت معاناة السوريين إلى مستوى تاريخي حجما وشدة في ظل مواصلة حسب تعبير الأطراف المتحاربة اقتراف الجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الحصار واستهداف المدنيين. وبحسب التقرير أيضا بات أكثر من 13 مليون سوري في الداخل في حاجة إلى إغاثة عاجلة، ووصل متوسط عدد الأسر السورية اللي اقتلعت من منازلها منذ 2011 إلى 50 أسرة في الساعة. نبه رئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية دافيد ميلباند بأن السوريين يواجهون حرب غير قانونية وحرب دون نهاية، مضيفا تلك المشاهد المروعة الأخيرة من بلدة مضايا المحاصرة: يجب أن تحرك ضميرنا الجماعي وتدفعنا للتحرك ولتحرك منسق على مستوى غير مسبوق، فالفشل في التحرك سيؤدي إلى محاولة
أعداد أكبر من اللاجئين المجازفة بالسفر المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا لينتج عنه المزيد من حالات الوفاة المأساوية. في حين طبعا تطالب الأمم المتحدة بحوالي 7.73 مليار دولار للردع على الأزمة السورية، وأنها بتحتاج الحكومات الإقليمية في المنطقة إلى ما يزيد عن 1.2 مليار دولار، علما بأن مساهمة الأمم المتحدة كانت أقل ب 60% من الاحتياجات العام المنصرم. التحالف اللي حكينا عنه طبعا بما يخص منظمات اللي ذكرناها، منظمات ملالا وأوكسفام وكل المعنيين أيضا المفوضية بحقوق اللاجئين، أكد التحالف على أن أي نهج جديد سيخرج به المؤتمر فيما يخص السوريين يجب أن يشتمل على التزامات ضخمة لسنوات عدة للوفاء بالاحتياجات العاجلة وزيادة حماية المدنيين داخل سوريا وخارجها، وأيضا مقترحات ملموسة لتمكين الدول لتستضيف اللاجئين من إزالة المعوقات اللي بتمنعهم من الحصول على خدمات أساسية أو وظائف، والضمان أو الالتزام بضمان حصول كل أبناء اللاجئين على تعليم آمن وبمستوى راقي. طبعا منذكر أنه موقع دائرة الهجرة السويدية كانت أوردت معلومات إحصائية عن عدد السوريين اللي لجأوا للسويد ونسبة الأطفال وغير البالغين أيضا منهم وحالات لجوءهم. طبعا حتى تاريخ حتى أواخر العام 2014 كان وصل العدد حسب دائرة الهجرة ل 11775 شخص، ضمنهم 3020 طفل تحت سن 18، ومنهم أيضا 340 طفل قدموا إلى السويد بدون أهاليهم. الموقع بوقتها أشار إلى هي الأعداد اللي موجودة حتى نهاية العام 2014، طبعا مع اليوم ونحن داخلين على العام السادس من الأحداث السورية، ومع وجود العدد الأكبر خلال 2015 طبعا ارتفع العدد بشكل كبير، وهو ما أثار حفيظة السويديين سواء بالداخل أو الحكومة السويدية، واللي خلاها تبدأ تتحرك باتجاه قرارات من نوع اللي تحدثنا عنه خلال حلقتنا. المفروض أنه قرارات يعني آخر حدا متضرر منها هن السوريين، وأنه حتبدأ بالجنسيات الأخرى واللي اعتبر القرار بأنها أوطان نسبيا آمنة مثل أفغانستان أو حتى لاجئين العراقيين، وأن السوريين هن اليوم بأكثر حاجة لهي الحقوق، حقوق اللجوء بالسويد. بنذكركم مستمعينا بتردداتنا، فيكم تسمعونا بدمشق على 96.5، لك اللي بتابعنا من ريف دمشق على 96.7، محافظات إدلب حما وحمص على 94.6، أما لك اللي بتابعنا من حلب وريفة على 95.8، محافظات الحسكة والقامشلي ترددنا هو 99.6، باللاذقية على 94.2، بالرقة وريفة على 102، القنيطرة درعا وغالبية ريفة على 99.2، للي بيسمعنا بالريحانية وأنطاكيا التركيتين على تردد 94.6. كمان فيكن تتابعونا على رابط البث المباشر orientishradio.net. منذكركن رمان الهوى برنامجنا كل سبت 2 و4 الساعة 4 بتوقيت دمشق. أسئلتكم واقتراحاتكم مستقبلها على صفحتنا على الفيسبوك أوريانت راديو. نهاية الحلقة، كل الشكر للضيوف اللي رافقوني بحلقتنا لليوم، أيضا الشكر موصول للهندسة الإذاعية سلام مساعدة يعطيك ألف عافية، وللأسايمنت محمد الملا. بلتقيكم بحلقة جديدة من رمان الهواء، إعداد وتقديم إيمان أحمد. باي باي. على دقة قلبك الروح، راديو أوريانت.